السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم أستاذ أنس زين الدين. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الدرس الثاني في مادة الرياضيات السنة الأولى بكالوريا، الدرس اللي هو عموميات حول الدوال العددية. ونظرا للأهمية ديال الدرس والطول ديالو، قررت أنني نديرو نجزئو مجموعة ديال الأجزاء، دونك غادي يكونوا في دي بارتي. كل بارتي غادي نشوفوا فيها واحد الجزء مهم في الدرس هذا. ألوغ الدرس هو مهم بزاف حيت غادي يتبعنا في السنة الثانية بكالوريا، وغادي يتبعنا حتى الناس اللي باغا تكمل من ورا الباك إن شاء الله. الوغ اول حاجه غادي نشوفو مجال التعريف ديال مجموعه ديال الدوال. الوغ حنا في النيفو ديالنا اولا في المستوى ديالنا غادي نقراو واحد العدد ديال الدوال، يعني واحد الاشكال غنبقاو نشوفوها دائما. الشكل الاول هو اللي كتكون عندي مثلا داله حدوديه اللي كتكتب في فورم اف دو اكس كتساوي ا اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي. فملي كنطيحو في شي حاله بحال هادي اوتوماتيكمون دومين ديفينيسيون اولا دي دو اف اولا مجموعه التعريف كتساوي ار كامله. يعني فيما نلقاو شي بولينوم ولا شي حدوديه عندنا في التمرين وطلب مني نحسب مجموعه التعريف ديالها، اوتوماتيكمون كنقول ليه دي تو اف تساوي ار. دونك بلا جيستيفيكاسيون بلا والو، بلا تعليلات بلا حتى شي حاجه. الوغ في الشكل الثاني الا كانت عندي اف دو اكس كتساوي جذر مربع ديال ا اكس زائد بي. دونك حنا كنعرفوا باللي دائما داك الشيء كيكون وسط الجذر خاص يكون اكبر او يساوي صفر، ما يمكنش يكون داك العدد اللي داخل الجذر ولا داك الشيء داخل الجذر يكون عندي سالب. داك الشيء علاش كنقولوا دي دو اف x تنتمي الى r بحيث ax زائد b، يعني هذا الشيء اللي كاين عندي في وسط الجذر المربع خاص يكون سوبيريور او ايغال زيرو، يعني اكبر او يساوي صفر. في الشكل الثالث المهم هذا الشيء كامل غادي نديروا ليه امثله باش نفهموه اكثر مزيان باذن الله. دونك في الشكل الثالث الا كانت عندي f دو x فيها على شكل كسر، دونك ax بلس b سور على cx زائد d، فاوتوماتيكمون كنقولو مجموعة التعريف هي x تنتمي إلى R، بحيث هاد المقام هدا حنا كنعرفو بلي دائما المقام خاص يكون يخالف صفر، داكشي علاش خاص تكون عندي cx بلس d اللي هو المقام خاص يكون يخالف صفر. دونك غادي نشوفو مجموعة ديال الأمثلة باش نفهمو هادشي كتر بإذن الله. دونك الأمثلة اللي عندنا هنا كيف كنلاحظو نخدمو المثال الأول. المثال الأول شنو عندي؟ عندي كتب بالأول مغاير f دو x إيكال جوج x أس 3 زائد x زائد 3. دونك اوتوماتيكمون قلنا ملي كتكون عندي واحد الداله على شكل حدوديه فالدومين دو ديفينيسيون او مجموعه التعريف كنقول ليه دي اف تساوي ار كامله، يعني بلا تعليلات بلا حتى شي حاجه. المثال الثاني شنو عندي؟ الوغ في المثال الثاني عندي اف دو اكس تساوي اكس اس 2 على اكس اس 2 ناقص 4 داكوغ. دونك هادي عندي على شكل كسر، ملي كيكون عندي كسر فكنخدم هاد لا ميثود هادي ولا هاد الطريقة دي دو اف تساوي اكس تنتمي الى ار بحيث سي اكس زائد دي اللي هو المقام خاص يكون يخالف صفر. دونك شنو هو المقام عندنا هنا؟ هو اكس اس 2 ناقص 4. دونك دي دو اف يساوي اكس تنتمي الى ار بحيث اكس اس 2 ناقص 4 خاصها تكون تخالف صفر. الوغ كنشد هادي كنحطها عندي وكنديرها على شكل معادلة، دونك كتولي عندي اكس اس 2 ناقص 4 تساوي صفر. دونك رديت على شكل معادلة باش نخرج اكس شحال كيساوي. دونك هادي كتأمبليك ليا ولا كتستلزم ليا بلي اكس اس 2 تساوي 4، هاد 4 حولت للطرف الاخر كانت ناقص غتولي زائد 4. داكور. دونك هنا غيكونو عندي جوج حلول ولا دو سوليسيون، يا غتكون عندي اكس تساوي 2 او اكس تساوي ناقص 2، لان فيما كيكون عندي الاس 2 الحل ديالها كيساوي العدد سالب او العدد موجب، لانه ناقص 2 اس 2 هي 4 و2 اس 2 هي 4. دونك اكس هي كتقدر تكون 2 تقدر تكون ناقص 2. دونك شنو هو مجال التعريف ديال هاد الداله هادي؟ هو دي دو اف شنو كيساوي؟ حنا قلنا خاص دائما المقام يكون يخالف الصفر. الوغ الا عوضت هنا بناقص 2 عوضت في الداله بناقص 2 غيخرج ليا صفر، يعني هادي ما معرفاش هي في ناقص 2. الا عوضت بجوج غيخرج ليا في المقام صفر، لان جوج هي 4 ناقص 4 هي صفر، اذا المقام غادي يخرج ليا عاوتاني صفر. وحنا كنعرفوا بلي المقام ما خصش يكون كيساوي صفر، ولكن الا عوضت اي عدد في ار من غير جوج وناقص جوج غادي يعطيني شي عدد يخالف الصفر في المقام عفوا. دونك الا عوضت شي عدد من غير جوج وناقص جوج في المقام غادي يعطيني عدد يخالف الصفر. دونك مجموعه التعريف غنقولوا هي ار كامله ناقص، يعني ما عدا ناقص جوج و جوج، متفقين؟ دونك هادي هي مجموعة التعريف ديال المثال الثاني. ألوغ نشوفو المثال الثالث شنو عندنا فيه. المثال الثالث عندنا على شكل
داله فيها الجذر. دونك اف دو اكس كتساوي جذر ناقص 3 اكس زائد زائد 6. دونك هنا زائد 6. دونك قلنا الا كانت عندي داله على شكل جذر فخاص نقول اكس دي دو اف تنتمي اكس تنتمي الى ار، بحيث داك الشيء اللي داخل الجذر خاص يكون يخالف الصفر. دونك غادي نطبقوه هنا. الوغ شنو عندي هنا في اف دو اكس؟ دونك خاصني نقول دي دو اف هي لونسومبل ديال اكس تنتمي الى ار، بحيث ناقص 3 اكس زائد 6 خاصها تكون اكبر او تساوي صفر. متفقين؟ دونك حنا عقلنا على هاد لي غولاسيون بثلاثه، فاوتوماتيكمون غادي يجينا المجموعه التعريف سهله بزاف. الوغ شنو هي؟ غنشد هادي غنردها على شكل معادله. دونك غادي نخدم هنا، غتولي ناقص 3 اكس زائد 6 تساوي صفر، معناه ان هاد 6 غنحولها للطرف الاخر غتولي ناقص. دونك ناقص 3 اكس تساوي ناقص 6. ملي كتكون عندي ناقص هنا ناقص هنا، عندي الحق نسامبليفي بناقص اولا نختزل بناقص. دونك شنو كتعطيني؟ كتعطيني 3 اكس تساوي 6. الوغ الا بغيت اكس وحده، اكس تساوي 6 على 3 اللي هي 2. الوغ الداله اللي عندنا هنا كتقبل كاع الحلول اللي من 2 والفوق، يعني 2 3 4 5 حتى بلوس انفين. دونك غادي نقولوا دي دو اف شنو كيساوي؟ الوغ غتكون عندي 2 زائد ما لا نهايه. حنا كنعرفوا زائد ما لا نهايه دائما كيكون المجال مفتوح، ولكن في 2 واش غيكون المجال مفتوح ولا مسدود؟ الوغ هذا المجال مفتوح ولا مسدود كيكون عنده علاقه بهاد الاشاره هذه. الا كانت عندي هنا اكبر او تساوي، الا كانت عندي هاد الاشاره دي تساوي بحال هكا، فاوتوماتيكمون كيكون مقفول بحال هكا، يعني كيكون مغلق. الا كانت عندي ما كايناش هادي فكيكون مفتوح. دونك شوفوا المثال الثالث. المثال الثالث عندنا هذا هو المثال الثالث. عندنا اف دو اكس كتساوي 2 اكس اس 4 على 2 اكس ناقص 4. دونك هذه عندي على شكل كسر كيف كنلاحظوا هنايا. دونك غنطبق العلاقه ديالي. اذا مجموعه التعريف شنو كتساوي؟ اي اكس تنتمي الى ار، بحيث 2 اكس ناقص 4 خاصها تكون تخالف ليا الصفر ونسد المعقوفه. دونك غادي نرد هذه عاوتاني معادله، عفوا غتخرج 2 اكس ناقص 4 تساوي صفر. اذا هاد ناقص 4 غنحولها للطرف الاخر غتولي 2 اكس تساوي 4 لان الاشاره تبدلات. اذا اكس تساوي 4 على 2. اذا اكس تساوي 2. اذا شنو هنايا؟ هنا الا عوضت اكس ب 2 هنا غادي يعطيني المقام نيل او مقام منعدم. وحنا قلنا بلي المقام ما عمرو خص يكون منعدم. الا عوضت بشي عدد من غير 2 ما غاديش يعطيني مقام منعدم. دي دو اف اش كتساوي؟ كتساوي ار ناقص العدد 2، يعني كتقبل كاع الحلول ما عدا الحدد 2. دونك هذا هو الحل ديال المعادله او الحل ديال مجموعه التعريف ديال ليكزامبل الثالث او الرابع. نشوفوا المثال اللي عندنا الرابع. عندنا اف دو اكس شنو كتساوي؟ ها هو تساوي 3 اكس اس 2 ناقص اكس زائد 1. دونك هذه كنشوفوها على شكل حدوديه، اذا مجموعه التعريف ديالها هي ار ديال اكس. دونك غادي نقول لي دي دو اف كتساوي ار كامله. دونك المثال الثالث واللي الاخير واللي هو مهم بزاف، اللي هو عندي اف دو اكس كتساوي جذر مربع ناقص 3 اكس زائد 9 على اكس زائد 1. دونك تبعوا معايا مزيان في هذا المثال شنو غادي ندير. عندي اف دو اكس شنو كتساوي؟ جذر ديال ناقص 3 اكس زائد 9 على اكس زائد 1. دونك هنا لاحظوا معايا، لاحظنا هنا عندي داله في الجذر وعندي داله على شكل كسر، يعني خاصني نحقق جوج شروط. الشرط الاول انه داكشي في وسط الجذر خاص يكون اكبر او يساوي صفر كيف كنشوفوا هنا، والشرط الثاني خاص المقام يكون يخالف الصفر. دونك داكشي غادي نحطو هنا. اذا شنو غادي نقول؟ غادي نقول دومين دو ديفينيسيون شنو هو؟ هو اكس ينتمي الى ار، بحيث هذاك الشيء وسط الجذر شنو هو؟ هو ناقص 3 اكس زائد 9 على اكس زائد 1 خاص يكون اكبر او يساوي صفر. و هاد الشيء اللي في المقام يعني اكس زائد 1 خاص يكون يخالف الصفر. دونك هنا خاصني نحقق جوج شروط. دونك غنشد هاد المعادلات ونحطهم هنا، ندير ناقص 3 اكس، نحط هاد المعادله ناقص 3 اكس زائد 9
دونك كتعطيني ناقص 3 اكس تساوي ناقص 6. نحيد هنا الموان مع الموان، دونك كتعطيني اكس تساوي 3. هذه الاولى. بالنسبه للثانيه كتعطيني اكس زائد 1 تساوي 0، معناه ان اكس تساوي ناقص 1. دونك هنا غادي نمشي ندير جدول التغيرات. دونك جدول التغيرات غندير ليها، عندي هنا اكس، هنا عندي اكس زائد 1، هنا عندي ناقص 3 اكس زائد 9، وهنا عندي الداله كامله اف دو اكس. متفقين؟ دونك هنا شنو غتكون عندي؟ غتكون عندي ناقص ما لا نهايه، هنا زائد ما لا نهايه. هنا شنو الحلول اللي عندي؟ عندي ناقص 1 غيكون هنا لانه هو الصغير، وغتكون عندي 3 هنا. الوغ تبقى معايا شنو غادي ندير؟ دونك هاد الداله هذه فين كتنعدم؟ اولا هاد المعادله كتنعدم هنا، دونك غادي ندير زيرو هنا، وهذه كتنعدم هنا، دونك غادي ندير زيرو هنا. متبعين؟ دونك الى عوضت اكس بثلاثة ما غاديش يعطيني المقام ما غاديش يعطيني زيرو. دونك غندير هنا غير كتنعدم ليا، حيت الا عطيت الاكس تساوي 3 غيخرج ليا زيرو، دونك هنا غير كتنعدم. ولكن هنا الا عطيت المقام ناقص 1 غتخرج ليا ناقص 1 زائد 1 هي صفر، وحنا كنعرفوا بلي المقام ما خصوش يكون يساوي صفر. اذا هنا غير معرفة، لان غير معرفة كندير جوج شروطة بحال هكا، جوج شرطات بحال هكا. دونك حنا شنو كنعرفوا؟ اشارة ا على اليمين العكس على اليسار. إشارة أ هنا كي دايره موجبه، دونك غتكون هنا زائد، هنا زائد، وهنا ناقص. هنا إشارة أ كي دايره ناقص زائد زائد. متفقين؟ دونك غادي ندير دابا لا ديفيزيون ديالهم أو القسمة ديالهم. زائد مع الناقص غتعطيني ناقص، زائد مع الزائد غتعطيني زائد، والناقص مع الزائد غتعطيني ناقص. إذا فين هو مجال التعريف ديال هاد الدالة هادي؟ إمتى هاد الدالة هادي كتكون كبر من الزيرو؟ في هاد المجال هذا. دونك في هاد المجال هذا كتكون الدالة كبر من أو تساوي الصفر. يعني شنو غادي نقول؟ غادي نقول دي دو إف شنو كيساوي؟ المجال ناقص 1 3. غير دابا المشكل عندي في دوك المعقوفات ولا في المجال، واش غادي يكون مفتوح ولا مقفول ولا مغلق ولا على حساب. دونك لاحظوا هنايا، هنا ما عنديش مشكل، خاصها تكون أكبر أو تساوي. دونك غادي تكون هنا فيغمي أولا مقفلة بحال هكا. هنا ما خاصهاش تكون كتساوي ليا ناقص 1، حيت إلا خرجت ليا ناقص 1، إلا ساوت لي ناقص 1 فأوتوماتيكمون غادي يخرج ليا المقام منعدم، وغادي تكون ديك الساعة غير معرفة. إذا في هاد الحالة هادي كنديرو بحال هكا مفتوح بحال هاد الطريقة هادي. إذا لا فيديو سال هنا، و الأول سال هنا ديال مجموعة التعريف. نتمنى تكونوا استفدتو، ونشوفو في الفيديو الجاي وفي الجزء الثاني إن شاء الله.